بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، وبالليل الجو هيكون مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء. في كمان ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، وده بيزود الإحساس بحرارة الطقس. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الرطوبة مزود إحساسنا شوية بالمعاناة في فصل الصيف، يعني قولي لنا كده أخبار الطقس إيه النهاردة؟ بالفعل يمكن احنا عندنا استمرار في ارتفاع درجات الحرارة، وكمان استمرار في ارتفاع نسب رطوبة في الجو. نسب رطوبة مرتفعة بشكل كبير بسبب تعمق منخفض الهند الموسمي على جمهورية مصر العربية. منخفض الهند الموسمي على سطح الأرض مع كتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، الكتل دي شديدة الحرارة بتمر على البحر المتوسط تحمل بكميات كبيرة من بخار المية، فبالتالي بتزود نسب رطوبة في الجو اللي أحيانا بتتجاوز 95% على سواحلنا الشمالية وبتوصل 90% على الوجه البحري والقاهرة الكبرى. كمان في طبقات الجو العليا في امتداد لمرتفع جوي، المرتفع الجوي بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وكمان بيحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، فإحنا عندنا ارتفاع في قيم درجات الحرارة مع ارتفاع في نسب الرطوبة يخلينا نحس بمزيد من الارتفاعات في درجات الحرارة، وكمان الاستمرارية الموجة. يمكن إحنا بدأنا الموجة ارتفاع في درجات الحرارة الأسبوع الماضي ومكملة معانا كمان خلال هذا الأسبوع، الاستمرارية دي تخلينا نحس بمزيد من الارتفاعات. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى المتوقعة في الظل هتكون 39 درجة مئوية، لكن وجود نسب رطوبة في الجو هنحسها ولو تكون 42-43 درجة مئوية، ولو أنا موجود كمان في الشارع في أشعة الشمس هحس بقيم درجات حرارة أعلى. عشان كده احساسنا بالطقس النهاردة هيكون طقس شديد الحرارة رطب على أغلب مناطق الجمهورية وخاصة المناطق الداخلية، الوجه البحري والقاهرة الكبرى والشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. أجواء حارة رطبة على سواحلنا الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ده فترات النهار. فترات الليل كمان في ارتفاع في نسب الرطوبة بشكل كبير، عندنا هدوء لسرعات الرياح في أغلب مناطق الجمهورية. هدوء سرعات الرياح بيزود احساسنا بنسب الرطوبة، فبالتالي كمان فترات الليل اجواءها مائله للحراره رطبه في معظم الانحاء. بالاضافه كمان مستمر معانا تكون لشبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، والشبوره المائيه دي تتلاشى فور سطوع اشعه الشمس لكن بتاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه، فلازم ناخد بالنا منها. يعني احنا بنقول تقريبا الساعه 8 او 7 صباحا الشبوره المائيه تتلاشى، تقدر الرؤيه الافقيه تتحسن على اغلب الطرق. الموجه دي مكمله معانا حتى نهايه هذا الاسبوع، الاجواء شديده الحراره الرطبه مكمله معانا كمان غدا الخميس ويوم الجمعه. وتنتهي امتى بقى يا دكتور منار؟ تنتهي امتى؟ ان شاء الله احنا متوقعين مع يوم السبت المقبل تبدا حده الموجه دي تقل، تبدا درجات الحراره بالظبط، تبدا درجات الحراره تتجه نحو الانخفاض بحوالي من 3 الى 4 درجات. لكن احنا عارفين ان احنا لسه في ذروه فصل الصيف شهر 7 وكمان داخلين على شهر 8 اللي بيكون دايما في ارتفاعات نسب رطوبه، هيستمر معانا ارتفاعات نسب رطوبه لكن بقيم درجات الحراره هتقل، هيكون في نشاط نسبي للرياح ان شاء الله مع يوم السبت هيحسسنا بالاجواء اللطيفه ويقلل احساسنا بنسب رطوبه كمان فترات المساء تحديدا وساعات الليل، فهنحس ان الاجواء عادت للاجواء الصيفيه المعتاده مثل هذا الوقت من العام. بالاضافه كمان ان حركه الملاحه البحريه عادت لطبيعتها خاصه على البحر المتوسط بعد الاضطراب اللي كنا بنشهده امس، والبحر المتوسط والبحر الاحمر مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، بس احنا بننصح كل الساده المواطنين مهم جدا ان احنا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فترات الظهيره تحديدا من 12 الظهر لحد 4 العصر، لان الوقت ده هو اللي احنا بنسجل فيه اعلى درجه حراره على مدار اليوم، كميه الاشعه الشمس اللي بتوصل الارض تبقى كبيره جدا، فبقدر الامكان اتجنب اشعه الشمس. ولو انا موجود في الشارع واضطريت ابقى موجود في الشارع لازم يبقى معايا بطاقه رأس شمسيه او كاب اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، وكمان بلاش تحت اشعه الشمس لفتره طويله. ونشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار أكدت لنا أنه الموجة الحارة اللي مستمرة معانا بكرة وبعده هتبدأ في الانكسار يوم السبت إن شاء الله، وهيبدأ الجو شوية يعود للأجواء اللطيفة بإذن الله بداية من يوم السبت.
تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26، نفس درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 39-26. في الإسكندرية 35-25 وفي العلمين الجديدة 33-25. في مطروح العظمى 32 والصغرى 23 وفي دمياط 35-25. في بورسعيد 36-25 وفي الإسماعيلية 39-26. أما في السويس فالعظمى 39 والصغرى 26 وفي العريش 36-24. كاترين 37-19 وطوبة 40-26. حلايب 38-31 وشلاتين العظمى فيها 41 والصغرى 30. في شرم الشيخ العظمى هتكون 41 والصغرى 30 والغردقة أيضا 41-30. في الفيوم العظمى هتكون 40 والصغرى 26، أما في بني سويف 40-26 أيضا، والوادي الجديد 45-28، أسيوط 42-26. في سوهاج العظمى 43 والصغرى 28 وفي قنا 44-28. الأقصر العظمى فيها 44 والصغرى 29 وفي أسوان 45-30. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة تانية جمانة ومصطفى ومتابعة أهم الأخبار والأحداث النهاردة. عودة ليكم مرة تانية جمانة ومصطفى. شكرا جزيلا لك يا هلا. شكرا.